مرة تانية معانا أستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين. أستاذ عبد المحسن أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. موقف النقابة يا فندم في الوقت الحالي إيه وبعد قرار النائب العام؟ شوفي حضرتك، إحنا النهاردة جالنا جواب النائب العام بحكم القانون بيبقى لازم بيبقى في إخطار للنقابة. طبعا إحنا بنحترم قرارات النائب العام الحقيقة، يعني أنا عارف إن هو يعني طبعا رجل وطني، رجل قانوني محترم جدا، فكل التقدير والاحترام لشخصه ولكل قراراته احتراما لاحكام القضاء. احنا ما احناش في اي مشكله بيننا وبين النيابه العامه. النهارده احنا بعتنا للنيابه العامه وقلنا لها احنا بنرجو انه يبقى في الاستدعاء يوم الاربعاء ان شاء الله. انا هروح مع الاستاذ مكرم محمد احمد وهيبقى معايا فريق القانونيين في النقابه. اظن انا كان يعني كان بيدي زي ما يمكن حتى اشار الاستاذ مكرم، انا كان بيدي ان يبقى فيه مناجده لعدم النشر مش حظر النشر، وبالتالي يعني لكن ما حدث حدث. المهم ان احنا امام امر واقع الان بنتعامل معاه. الاستاذ مكرم استاذنا ونقيب النقباء وقام لو سمحت استاذ عبد المحسن، يعني حضرتك ذكرت انه كنت بتفضل انه يكون في عدم نشر مش حظر نشر. مناجده زي ما نعم، يعني شايف انه قرار المجلس كان متجاوز الى حد ما؟ كان لا، هو دي حتى ده كلام الاستاذ مكرم نفسه لو حضرتك، اظن ما اعرفش قال لحضرتك ولا لا، لكن انا سمعت الاستاذ مكرم باكثر من مداخله قال هذا الكلام، ان هو كان بيتمنى في الاصل ان يكون هناك مناجده، لكن هو ارتاع ان يكون هناك هذا القرار تصورا منه لمصلحة عامة يعني، وبالتالي ده اجتهاده محترم احنا بنحترمه ونقدره. حتى لو كان لنا رأي آخر اللي هو كان بيتوافق مع رأيه الأولاني اللي هو فكرة أن تكون هناك مناجدة لا منع نشر، وبالتالي بغض النظر عن أنها مناجدة أو معنى احنا هنذهب مع الأستاذ مكرم إلى النيابة العامة وهحضر معاه التحقيق، وان شاء الله الامور تبقى المساله ما هياش يعني هو فيها ربما يكون هناك زي ما بنقول سوء فهم في المساله، نرجو ان تتضح ابعاده وينتهي الموقف على خير باذن الله. يعني بصفه حضرتك نقيب صحفيين استاذ عبد المحسن، حضرتك مش شايف انه اصبح هناك جهات متعدده لمساله منع النشر او حظر النشر؟ لا، ما زي ما انا عشان كده بقولت حضرتك، انا رايي ان كانت تبقى مناجده وليس منع او الوقف، لان يعني دي موضوع احنا في حظر النشر ده بنتكلم فيه حينما بيكون الامر بيتعلق باشياء محدده وفي نوعيه معينه من القضايا. لكن الاستاذ مكرم حتى اظن ان نيته، لان الاستاذ مكرم ليه الامانه برضه عشان لا نفتقد على الراجل حقه، هو طول الوقت من المدافعين عن الصحافه وعن حريه الصحافه ومواقفه كلها تشهد بهذا الكلام قديما وحديثا، ومحدش يقدر حتى اكثر المختلفين معاه بعيدا بقى عن فكره التصيد والتربص والكلام ده، لكن هو يامن يعني المصطفق والمختلف مع الاستاذ مكرم يعلم مدى التزامه بحريه الصحافه ومدى التزامه في الدفاع عن حريه الصحافه. هو كان يعني بتصوره زي ما انا سمعت من وجهه نظره ومن حواراته، يعني هو راى ان هذا يعني لصالح ظروف معينه بتخص حاله الاطفال المرضى لا اكثر ولا اقل، لكن هو ما لا في نيته يمنع ولا في نيته يحظر ولا عايز يحظر ولا عايز يمنع. هذا اللي انا اعرفه كويس عن الاستاذ مكرم بحكم يعني يعني متابعتي ليه، وهو استاذ كبير في مجال الصحافه، لكن انا ضد التوسع. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه، يمكن كان الاستاذ مكرم اشار نعم يا فندم، يعني انا ضد التوسع في حظر النشر. أنا مع أن حرية النشر هي الأساس والحظر هو الاستثناء والاستثناء. طب أنا يمكن هبني سؤالي يا فندم على المعلومة اللي حضرتك بتذكرها، يمكن هذا الكلام أنه فين حق الصحفي في النشر وفين حق المواطن في المعرفة؟ ما هو ده عشان كده أنا بقول لحضرتك نحن مع حق النشر عشان ده مع حق المواطن في المعرفة، أما الاستثناء فده اللي هو فكرة الحظر أو المنع، ده استثناء وبيبقى فيه استثناءات قليلة جدا وفي حاجات محددة جدا ربما تستدعيها المصلحه العليا او مقتضيات معينه لظروف معينه، مش لكن التوسع فيه امر طبعا غير مقبول تماما، واظن ان هذا هو راي الاستاذ مكرم محمد احمد ايضا وليس رايي انا فقط.
اخيرا يا فندم وسريعا، يمكن استاذ مكرم كان ذكر انه تم استدعاء او استدعاء غدا في النيابه، وحضرتك فضلت ان هي تكون يوم الاربعاء او طلبت التاخير، لماذا يا فندم؟ لا لان بس احنا لان انا حابب ان انا موجود في التحقيق معاه. الحاجه الثانيه انا حابب ان يبقى الفريق القانوني موجود اللي هو مشكل من عندنا من النقابه، وده امر عادي على فكره. نعم. برضه ليست حاله خاصه بالاستاذ مكرم عشان يبقى الكلام واضح. احنا في كل الحالات اللي زي دي بيبقى النيابه العامه بتبعت لنا بتقول احنا عايزين نحقق مع الزميل فلان الفلاني. احنا بنتصل بنتجاوب مع النيابه العامه وبنقول لها والله احنا جايين لك في اليوم الفلاني، وبنخطر الزميل وبيجي معانا وبنروح، بيبقى حد من اعضاء مجلس النقابه موجود واحد من الشؤون القانونيه موجود. ده امر عادي جدا جدا، حتى لو اصرت النيابه على ان يكون التحقيق غدا سوف نذهب غدا، ما فيش اي مشكله من اي نوع يعني. لكن احنا لما خاطبنا النهارده النيابه بالتاجيل ليوم الاربعاء ده امر عادي بنعمله كتير جدا في حالات كثيره وليست حاله خاصه بالاستاذ مكرم محمد علي. نشكرك شكرا جزيلا نقيب الصحفيين استاذ عبد المحسن سلامه.